في بعض البلدان إذا مات الميت ثم دفن يجتمعون في بيت الميت 3 ليال يصلون ويدعون له، فما حكم هذا؟ سبق لكم في كلام الشيخين أن الاجتماع في بيت الميت للأكل والشرب أو لقراءة القرآن هذا بدعة، هكذا اجتماعهم يصلون له ويدعون له كله بدعة، لا وجه لهذا، إنما يؤتى أهل الميت للتعزية والدعاء لهم وطرح مال ميتهم وتسليتهم وتصبيرهم، أما أنهم يؤتون لإقامة مآتم وإقامة دعوات خاصة وصلوات خاصة وقراءة هذا لا أصل له، ولو كان خيرا لسبق عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، فالرسول ما فعله قد مات، قد قتل جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة في قبل مؤتة، وجاءه خبر عليه الصلاة والسلام جاءه وحي بذلك، فنعاهم الصحابة وأخبرهم موتهم وترضى عنهم ودعا لهم، ولم يتخذ هذا شيئا عليه الصلاة والسلام، لا جمع الناس ولا اتخذ مأدبة ولا جعل مأتم أيتام أي أيام، كل هذا ما فعل صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من خيرة الصحابة ومن أفضل الصحابة، مات الصديق وما جعلوا مأتم وهو أفضل الصحابة، مات قتل عمر وما جعلوا مأتم ولا جمع الناس ينعون عليه ويقرؤون له القرآن، قتل عثمان بعد ذلك، قتل علي بعد ذلك، ولا جمع الناس في أيام معدودة بعد الوفاة للدعاء لهم والترحم عليهم أو صنع طعام لهم، لا مثل ما سمعتم في الندوة، ولكن يستحب لأقارب الميت أو جيرانه أن يصنعوا طعاما لأهل الميت يبعثوا به إليهم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نهي جعفر قال لأهله اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، الميت مشغول بمصيبة، فإذا صنع طعام وأرسل إليهم وخوفوا المؤونة هذا هو المشروع، أما أن يحملوا بلاء على بلائهم ويكلفوا أن يصنعوا للناس طعام هذا خلاف السنة فهو بدعة. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع الى اهل ميت وصناعة الطعام بعد الدفع من النياحة، والصحابة يعتبرون من النياحة المحرم، النياحة رفع الصوت هذا محرم فلا يجوز، ويعد هذا من النياحة، والميت يعد في قبره بما ينح عليه كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب الحذر من ذلك، اما البكاء بدمع العين فلا بأس بذلك.